بسم الله الرحمن الرحيم. ردا على أولئك الذين يستدلون علينا كثيرا بطرف من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. هذه القطعة من هذا الحديث التي يستدل بها كثير من أعوان الظالمين وعباد الطاغوت الذين لم يفهموا حقيقة التوحيد بالمفهوم الشمولي الذي قرره الإسلام والذي جاءت به الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، فاستدلوا بطرف هذا الحديث المطعون فيها من حيث أصلها. طعن فيها الإمام الدارقطني ووصفها بأنها شاذة، والشاذ معروف في علم الحديث، وكذلك ضعفها الإمام النووي: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وخرجها الإمام ابن حجر فقال: إن كان ذلك بحق. ما معنى؟ يعني إن أخذ مالك حقا وضرب ظهرك حدا. وفصل بعض العلماء فقال: إن ذلك كان في فقه الحرب لا في فقه الأمن، فهذا يعمل به في فقه الحرب حتى لا يقع الخلاف بين الأمير ورعيته، لا في فقه الأمن. هذه كلها أقوال قالها أهل العلم، لأنه لا يجوز أن تؤخذ على ظاهرها. الإسلام جاء ليحرم الظلم بكل صوره وأشكاله، وأن يعان على الظلم بأي وسيلة من وسائل العون. الإسلام دين العدل، الإسلام دين القسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط العدل، فهو مقصد عظيم من مقاصد الشرائع السماوية. يأبى الإسلام الإقرار على الظلم، يأمر بالصبر، لكن ليس إلى هذا الحد أن يأخذ المال ويضرب الظهر، لأن هؤلاء يسوغون بطريقة أو بأخرى إلى الظلمة أن يزيدوا وأن يمعنوا في ظلم الشعوب على ظاهر كلامهم. حتى لو اغتصب زوجته وهتك عرضه يجب عليك أن تسمع وتطيع، لا لا سمع ولا طاعة. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أفقه منكم. هذا عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، أحد كتبة الوحي وأحد الفقهاء والعلماء، كما روى ذلك الإمام مسلم في الصحيح. بايع معاوية بن أبي سفيان، فكان معاوية هو ولي الأمر، وكان لمعاوية والي من الولاة اسمه عنبسة، فتسلط على أرض لعبد الله بن عمرو بن العاص. فلما تسلط على أرضه ذهب عبد الله بن عمرو إلى مواليه وإلى خدمه ودفع لكل واحد منهم سيفا، منهم سيفا، وقال: احموا هذه الأرض. فجاءه الناس قالوا له: كيف تصنع؟ هذا ولي أمر، عليك أن تطيع. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون ماله فهو شهيد. فلستم أفقه من هذا الصحابي. ومنذ متى كان السلف الصالح يسوقون للطغيان ويعينون الظالم على ظلم المسلمين؟ وهذه الفتوى والاعتماد على أطراف الأحاديث مقصودة، منهج استخباراتي خبيث. هذا المنهج المتسمي بالمنهج السلفي حاش السلف الصالح رحمهم الله. هذا كله يسوق لأن تعيش الشعوب ذليلة، وسببت النفرة من الإسلام. كثير من الناس تبنوا أفكار لا علاقة لها بالإسلام، قال كذا والإسلام، يريدون أن نكون عبيدا تحت أحذية هؤلاء الطغاة بلغة الدين، تريدون أن تردون إلى القرون الوسطى التي استخدم فيها نظام الإقطاع. فتاوى الكنيسة وفتاوى الرهبان والأحبار وعلماء أهل الكتاب، مثل هذه الفتاوى التي سوقت للديكتاتورية ورسقت ظلم الشعوب، حتى ثارت الشعوب الأوروبية على من طغى عليها ومن ظلمها ومن قتل منها ومن هتك عرضها وأخذ مالها. فيأبى الإسلام أبدا، يأبى الإسلام أن يعيش الناس تحت القمع وتحت الظلم، حتى ولو كان ذلك مأمورا به في الصبر، لكن ليس إلى هذا الحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قصده أنك تسمع وتطيع على الإطلاق. طاعة ولي الأمر محصورة ومشروطة بطاعة الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلم يجعل له طاعة مستقلة إلا أن تكون طاعة لله ورسوله. فإذا أطعت ولي الأمر في معصية الله فقد وقعت في الشرك بالله سبحانه: وإن تطيع وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقد ذكر الإمام الطبري في كتاب التبصير، نقل إجماع الفقهاء أنه لو أن فردا
من الرعية ظلم يجب على كل أفراد الرعية أن ينصروه، هكذا لتبقى الأمة حية. أما هذه العبودية وهذا الشرك الجديد الذي خرجوا علينا به ويدعون أنهم على التوحيد، ما أبعد هؤلاء عن مفهوم التوحيد الخالص. فقوله صلى الله عليه وسلم: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، لم يرد به إطلاقه إن صح ولا عمومه إن ثبت سنده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كان النقد حاضرا في سيرة الخلفاء، انتقد النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الاختيارات وما عذب ولا سجن ولا ضرب ولا جلد، انتقد أبو بكر كذلك في بعض الاختيارات، وهذا كثير في سيرته. ولما تولى عمر قال: توليت عليكم ولست بخيركم، إن أنا أصبت فسددوني وإن أنا أخطأت فقوموني. فقام رجل ووضع يده على مقبض السيف وقال: والله إن لم نقومك بألسنتنا لقومناك بأسيافنا. قال عمر: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم عمر بسيفه. كانوا يقبلون النقد. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء في أحاديث، ليس حديثا واحدا، شاديني في حديث حذيفة دائما هم منزلين حديث حذيفة: وإن أخذ مالك وضرب ظهر. يودي الأحاديث الأمراء بلغت تقريبا 25 حديثا، في 25 حديث في الأمراء، ما تجيبليش حديث واحد، جيب جميع الأحاديث فيهم. وبالتالي يجب أن نترك الجزئية في الاستدلال وأن لا نكون أهل غش في الخطاب الديني. إذن إخواني الكرام، الخلفاء هذا هو شأنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأمراء، أختم الكلمة، لما ذكر الأمراء وذكر ما يكون منهم من جور في آخر الزمان، ماذا قال؟ قال: فمن أنكر فقد برئ. من أنكر فقد برئ، يعني من أنكر عليهم. فعندنا درجات، عندنا خروج وهذا بشروط إذا تحقق الكفر والقدرة وما إلى ذلك مما ذكره الفقهاء، وعندنا الإنكار، الإنكار لا يزال باقيا. أنكر الحسن البصري على الحجاج بن يوسف إسرافه لما بنى القصر، وأنكر النووي على الظاهر ببرس، وهكذا أنكر شيخ الإسلام، وهكذا أنكر مالك على أبي جعفر المنصور، بل الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك مع محمد بن الحسن صاحب الوجه النفس الزكية، حينما جاءه يستفتيه الناس قالوا: إن لنا بيعة لأبي جعفر المنصور. قال: أنتم بايعتموه مكرهين، وليس على مكره يمين، ولزم مالك بيته. فأين أنتم من هذه الأقوال والتأصيلات؟ إلا ما رحم ربي تبارك وتعالى، أعاذنا الله وإياكم من الظلام.